تحية من أرضية هذا الميدان ميدان الهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة في اليوم الموافق 26 من شهر اثنين لعام 2022 بتحديات وانطلاقات السنة الناشئة الفطامين نشكر نادي دبي لسباقات الهجن على التنظيم المميز وعلى هذه ايضا الاشراف المميز والانطلاق الرائع والجميل في هذه الشاره المقدمه من عبد الله بن ابراهيم بن حميدان حيث وضعت ايضا ايضا شوطين للمشتركات وشوطين للصعوب على بركه الله ينطلق الشوط الشوط الاول الرئيسي مباشرةً مع المركز الاول ليجد على صدارة الشوط واجد على المركز الاول الزهرة سعيد بن طارش بن مبارك بالقوبع يقدم زهرة والخيالية راشد بن سالم بن سلطان بن سالم لقمزي يتقدم بهذه اللحظات وتأتي أيضا تجارب لمحمد بن علي بن سلطان بن رشيد يقدم تجارب والاسامي قادمه والشعارات مميزه مع شوطنا الاول الرئيسي ولكن الخياليه، لكن الخياليه يلق مزيه يا راشد يا بن سالم يا بن سلطان يا بن سالم يلق مزيه، ركز في هذا الشوط تجارب على المركز الثاني، تحرك بن رشيد يقدم تجارب محمد بن علي بن سلطان بن رشيد والقادم الشهنية ناصر بن حمد بن سعيد المنصوري ولكن شوف شوف للقادمة وصلت وتسللت أيضا الشهنية محمد بن سيف بن خليفة بشاوي ولكن الخيالية بالركض المميز بالأداء المميز أول أشواط الإبكار الشوط الرئيسي الشوط الرئيسي والخيالية والخيالية مع البداية مع أول الأشواط مع أول الأشواط في إشارة بن حميدان بتحديات هذه الأسماء ولكن بن رشيد بن تحرك مع مع تجارب مع تجارب مع الامتار الاخيره ولكن الخياليه راشد بن سالم بن سلطان القمزي القمزي مع اول الاشواط مع الشوط الاول مع الشوط الرئيسي ولكن ايضا وصلت الشهنيه محمد بن سيب خليفه بشاوي الاقفريه بشاوي الى الفوز الى الانتصار الى المركز الاول والى ناموس هذا شوط المركز الثاني الخياليه ايضا اللي وصلت على المركز الثاني لراشد بن سالم بسلطان بن سالم القمزي المركز الثالث وصلتنا على المركز الثالث لمحمد بن علي بن سلطان بن تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمالك ومن قدم الشاهنيه محمد بن سيب خليفه بشاوي بن ألق فلي توقيتها دقيقتين و16 ثانيه تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمحمد بن سيب بخليفة بشاوي بن ألق فلي تهانينا والناموس على انتزاع المركز الأول والفوزي والانتصار وانتزاعي أول الأش واط بهذه ايضا اشاره عبد الله بن ابراهيم بن حميدان الفلاسي من قدم هذه اشاره ايضا هنا مع اول الاشواط مع اول اشواط المشتركات اول شوطين وتكون ايضا في اول اشواط الصعوب اول اشواط الابكار والجعدان اذا هذا هو بشاوي ينتزع اول الاشواط ينتزع مع الشهنية مع النوع المميز والنوع الرائع والجميل محمد بن سيب خليفه بشاوي الأقفلي التوقيت دقيقتين و16 ثانيه تهانينا والناموس على الفوز والانتصار